تقطعوا عليه بولته. هذا الجمال، هذا الحلال، ما هذا الاحتواء، ما هذه الطبطبة. دعوه سبوه، فتبول وانتهى من بوله، فعرفوا الحتة اللي هو ايه تبول فيه. فقال النبي، فقال النبي اريقوا على بوله سجلا من الماء. دلوقتي عرفنا مكان الايه البول. طب ماذا لو جرى في المسجد كله؟ ننظفه ازاي؟ وقال الاطباء في تفسير هذا الحديث لو قطعوا عليه بولته لمات. فانظر الى فصاحة النبي واستيعاب النبي. عبد الله بن ابي سلول كان زعيم المنافقين، وصف النبي بكل الاوصاف القذرة، وكان دائما اذا ذكر النبي وصفه بانه ح و ميم والف ورا. صفة النبي عند زعيم المنافقين ح و ميم والف ورا. يقولون لئن خرجنا الى المدينه، لئن دخلنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل. فوصف النبي بانه الايه الازل وهو الاعز. وصف النبي بانه الايه الازل. لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل. فوصف النبي مش ان هو ذليل كمان، ده أزل. ورغم هذا لما جاءته الوفاة أتى ابنه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى سيدنا وقال له يا رسول الله إن أبي يستأذنك في قميصك كي يكفن فيه. الذي شبع شتيمة في رسول الله. القميص يعني الجلباب ده يعني اسمه قميص. فخلع النبي قميصه وأعطاه إياه كي يكفن فيه لعل الله أن يرحمه. قل لي بربك، قل لي بإنسانيتك، من يفعل هذا إلا رسول الله؟ الله أكبر. وعندما كفن في ثوب سيدنا صلى الله عليه وسلم جيء به إلى المسجد، فتقدم النبي لكي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر قال له لا يا رسول الله، تصلي على مين؟ ده منافق، لا تصلي عليه يا رسول الله. ده المشهد ده كله شايفه في الجامع، يعني الميت اهو. وتقدم سيدنا النبي لكي يصلي عليه، فوقف سيدنا عمر هنا، لا تصلي عليه يا رسول الله. فقال النبي ان الله تعالى خيرني، ان الله خيرني. فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. صلى الله عليه وسلم. والله والله إني لأعلم أني لو زدت على 70 لكي يغفر الله لهم لا استغفرت لهم. صليت على حضرة النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن دين محمد، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلة، طلع الصباح فأطفئوا القنديل. وهم النبي بحنانه، وهم النبي بحنانه أن يصلي على زعيم المنافقين.
فنزل قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. وهذه من الموافقات العمرية الأربعة. لا. إن سيدنا عمر قال أربع جمل فنزل القرآن الكريم بما قال به عمر. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. في غزوة حنين تم استئجار واحد كافر اسمه شيبة بن عثمان ماسك الخنجر في أثناء الغزوة وينتظر في أي لحظة غفلة يقتل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي في حديث أنس بن مالك عندما تقدم لكي يصلي بالناس قال ترصوا واستووا واعتدلوا فإني أرى من ظهري كما أرى من أمامي. فإني أرى بظهري كما أرى من أمامي. فرآه النبي بظهره. شاف مين؟ شيبة اللي مسك الخنجر المسموم كمان. قال له ما الذي جاء بك يا شيبة؟ ارتبك فوضع النبي يده على صدره في لحظة تحول من قاتل لسيدنا رسول الله إلى أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله. وضع يده على صدره ودعا له اللهم اهد شيبة وقه شر نفسه. فقال شيبة يا رسول الله جئت إليك وأنت أشر الناس عندي وجئت إليك لكي أقتلك وأنا أخرج من عندك الآن وأنت أحب الناس إلي. فاحتواه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحوله من إنسان كافر إلى إنسان مسلم موحد لله رب العالمين. سيدنا عمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان يسمى بجبار الجاهلية. اسمه إيه؟ جبار الجاهلية مرعب. وكان قبل أن يسلم من أشد الناس عداوة لسيدنا رسول الله. فعلم أن أخته فاطمة بنت الخطاب قد أسلمت فذهب إليها وطرق بابها فوجد معها رقعة يعني ورقة فيها بعض آيات من سورة طه من سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. أول ما دخل سيدنا عمر وشف أسلمت فضرباها على وجهها فعلم في وجهها. وبعدين يعني لما شاف أخته كده في هذا المنظر أخذته لمحة إنسانية فأمسك بصورة طه أمسك بالآيات فقرأها فتزلزل. وهنا جاءت الزلزلة وهنا جاء النور الإلهي فخرج من عندها يقول دلوني على محمد دلوني على محمد. سيدنا محمد كان في هذه الفترة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم
فكانوا عاملين واحد فوق البيت عشان